طيب دلوقتي عندنا هنا ممكن لبن رايب، ممكن يعني بنجيب لبن رايب بنحطه هنا، بس عايزين نتبله. قصدك شنينة؟ تظبط؟ طبعا. هنتبله زي ما احنا بنحب. يعني انت بتحبي تتبليه بايه تبليه، كل اللي هتتبليه بيها ده نفس الفكره بتاعت التركي، بس ده بعملينه باللبن الرايب زي نقعه يعني. زي نقعه. فهناخد كده نحط هنا اعواد روزميري، بس مش عايزين تحطوا روزميري، عايزين تحطوا ريحان، حطوا ريحان. هناخد دلوقتي الملح. روزميري زاكي معلش طبعا صراحة. كتير. اسمعي يعني بتاكلي اللحمه بتاعت الصدر بتبقى بتلاقي فيها طعم الروزميري. يعني من النقع. هنحط فلفل. امال بحس اللبن بتغلغل جوا الدجاج بالظبط جوا النقع. وبعدين عايزين نقول على حاجه وشويه ملح هملايا من الكسيح برضو. وهنحط بقى كمان لو عايزين كده اعواد صغننه، يعني لو عايزين شويه كده من الروزميري يروح يصول ويجول جوه الفرخه. وعندنا هنا بودره ثوم، بودره البصل، وبودره بصل، وعندنا زنجبيل برضو بودره. كله بودره. وعندنا البابريكا مدخنه كمان، مدخنه حبتها مدخنه. وهناخد بقى الكلام ده كله ونقلبه وندوق الطعم. دايما دايما لازم ندوق. لسانك حصانك. ايوه برافو عليكي. طيب هناخد بقى دلوقتي الدجاجه بتاعتنا زي ما اتفقنا وهنحطها. قبل ما نحطها هنعمل ايه بقى؟ بنجيب سيخ خشب بتاع الشاوي بتاع المشاوي وخروم بقى في الفرخه كده شايفه؟ عشان كل الصلصه هاي تتغلغل. بالظبط. خروم بالشكل ده. طيب هناخد بقى الدجاجه بتاعتنا دلوقتي وهنحطها كده هنا، نعملها حمام بهذا الشكل، حمام باللبن. بالظبط. هنخليها بقى كده زي ما اتفقنا. فاحنا خلي بالك حاطين حاجتين النهارده، هضطري اللحمه جدا بتاعت الدجاج، وهحط البرتقانه ومش يعني لو فيها لو بزر مش فارقه. لا ما فيهاش هي، بس هي. انا مظبوط كلامك، لو فيها مش مشكله لان احنا هننشلها من بس هي دي ما فيهاش لانها برتقانه بصره. بصره دايما. فهنحط البرتقانه كتير، بتدي طعم كمان لذيذ للفرخه. طيب خلصناها. عندنا بقى بنقدر نعملها بكذا طريقه. بنقدر ان احنا نحطها في كيس حراري وندخلها الفرن. هتقعد معانا ساعه لانها هتستوي بسرعه. ساعه وربع بالكتير قوي في الكيس الحراري. انا هجيب معلقه كده من الزبده وهحط معاها الاتي. شوفي معلقه زبده، هحط معاها بس معلقه صغيره، معلقه صغيره من الزبده كده. هحط معاها شويه من الروزماري وشويه من البابريكا. تمام، شويه روزماري وشويه بابريكا، وهدهن بيهم الفرخه اول ما تطلع من الفرن. أوكي. انا دلوقتي مبهودة. الزبده اهي. ايش بدك تعملي؟ بس هحط شويه روزماري. ايوه شويه بابريكا. شويه بابريكا. وتعالوا بس معايا لحظه واحنا بنقول باي باي. معايا اهو ادي الدجاج بتاعنا. بس هنعمل كده. يلا ورجونا الدجاج. هيو هاي دجاجات غادة الملمعين بالزبدة وهي بالبابريكا المدخنة. ايش الاشي الثالث اللي حطيتيه؟ بابريكا مدخنة وروزماري. وروزماري. لنعمل دجاج مشوي باللبن الرايب بدنا دجاجة كاملة، 5 أكواب لبن رايب، معلقة صغيرة بودرة الثوم، وبدنا كمان معلقة صغيرة بودرة البصل، ومعلقة صغيرة زنجبيل بودرة، ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ملح وفلفل، أعواد روزماري، وبدنا كمان برتقالة.